وعشان احنا اولاد من حقنا اننا نتمتع. تلذذ بالرب الهك، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. العلاقه مع الرب هي عباره عن ان انا اقعد اتمتع. انا عن نفسي اخ نزار بحب المانجا، ولما حد يجيب لي عصير مانجا يا سلام، اقعد اتلذذ كده واخدها شفطه شفطه واتمتع بيها وطعمها جميل ازاي. العلاقه مع الرب طبعا شتان الفارق، بس انا بحاول اقرب المعنى. اتلذذ بالعلاقه بدون الروح القدس نوي ما كل علاقه جافه قوانين ناموس اعمل كده وما تعملش كده. وللاسف ده يقودنا انه ياما ناس للاسف لانها مش متمتعه بعمل الروح القدس في حياتها، عايشه في العهد القديم، عايشين علاقه مع الرب كده قوانين فقط.